2004 ليو ميسي اللي حمل الأرقام في بداية مشواره كان فيها رونالدينو هو صاحب الكلمة والشأن بالقميص رقم 10 ليو كان يلعب بالقميص رقم 30 ثم القميص رقم 19 وبعد رحيل رونالدينو إلى الميلان طبعا انقذ ليو على القميص رقم 10 يرجع بالكرة ليتغلب على الجراح والأزمة الشرخ اللي يوصل بين أيقونة ورمز برشلونة بل هو نادي برشلونة يعني ليونيل ميسي في وقت من الأوقات يقول أنا البرسا أنا البرسا أنا هو برشلونة شكونكم أنا برشلونة أنا الأهداف أنا المتعة أنا الماركتينج أنا الفلوس أنا الملايين أنا ليس فقط الفريق فحسب أنا برشلونة ولو كنت مهندسا تعرق المهندسين وانت لانك لاعب انت السيد اللاعبين ولو كنت في عالم الفلاحة والحصاد والزراعة لكنت خير المزارعين احصد تزرع يا برشلونة او ازرع تحصد يا الكتالوني كورة ولا بالاحلام كورة رجعت المياه النايمة رجعت القلوب التعبانة شوف ميسي والباس يا معلم هذه حرير هذه حرير هذه من بلاد الحرير حتى الكورة ذهبية العب كورة بقدم ماسية يا عازف يا عازف لو كنت موسيقي فانت اكبر العازفين ولو كنت نحاتا تحلى الرسامين يا سيدي امرك امرك يا سيدي واحكم باحكامك واحكم باحكامك يا ميسي المكان مكانك والزمان زمانك يا سلطان الكرة شوية فيك كلمة أسطورة راوغ ميسي دخل ميسي راح ميسي زاد ميسي 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 مازال ميسي بالمليمتر بالدقة الرائعة بكرة الأولمبية ما يعرف سرها إلا الأسطورة أسطورة هذه الكرة ليو ميسي قد ما نحكي عليك في الكرة أنت تبقى أكبر أسطورة شوف الكرة هات الصورة جنون الجنون حتى الكاميرات تستمتع الأرجنتيني يا عيني ابن مدينة روزاريو وحده الخرافي يفجر كل الأرقام هو الموهوب هو النسخة الأصلية بدون أدنى إمكانية كرمورية ميسي الكرة